السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للدرس العاشر وهو الدرس الثاني في الوحدة الثالثة عن مرجع فضاء الرياضيات للمستوى الأول. نبدأ على بركة الله. عنوان مدرس اليوم تقدير ومقارنة الأطوال. تقدير ومقارنة الأطوال، الهدف التعلم، التمييز بين أطول من وأقصر من، تقدير ومقارنة عناصر وترتيبها من الأطول إلى الأقصر. إذن أكتشف أتمرن، أحيط بخط صورة ما هو أطول مني. إذا لاحظوا مع الطفل صورة ما هو أطول منه، لاحظوا عندي السلم، السلم أطول من الطفل، الباب أيضا أطول من الطفل. هل الكرسي أطول من الطفل؟ لا، الكرسي أقصر من الطفل، والقلم أيضا أقصر من الطفل، ولكن صومعة المسجد أطول من الطفل. إذن ما هو أطول من الطفل؟ السلم، الباب، وصومعة المسجد. ألونوا أطول بالأحمر أقصر ممر، وبالأزرق أطول ممر. إذن بالأحمر أقصر ممر، وبالأزرق أطول ممر. إذن لاحظوا معي أطول أقصر ممر هو الممر الأول، أقصر ممر. إذن باللون الأحمر، وأطول ممر بالأزرق. لاحظوا معي الممر الثاني أقصر من الممر الثالث. الممر الثالث فيه منحنيات كثيرة، الممر الثاني فهي فقط بعض المنحنيات. إذن الممر الثالث هو أطول ممر. أو كما نقول منهرجات. الممر الثاني منعرجات قليلة، والممر الثالث منعرجات أكثر من منعرجات الثانية. إذن الممر الثالث هو الممر الأطول. الصفحة الموالية أتابع التلوين من أقرب كرة للكرة الصغيرة إلى أبعد كرة عنا. إذن عندنا الكرة الصغيرة وسنلون من أقرب كرة إلى أبعد كرة. إذن غنحتاج أحمر، أزرق، الأخضر، الأصفر، والبني. إذن أقرب كرة للكرة الصغيرة، لاحظوا معايا الكرة الصغيرة هي الحمراء، الكرة الحمراء، تليها الكرة الخضراء. الكرة الخضراء، ثم الكرة الخضراء، ثم الكرة الزرقاء، والكرة البنية. أما أبعد كرة فهي الكرة الصفراء. إذن أقرب كرة للكرة الصغيرة هي الحمراء، تليها الخضراء بالعين المجردة يمكننا تحديد ذلك، ثم الكرة الزرقاء، فالكرة البنية، ثم أبعد كرة هي الكرة الصفراء. أحيط بخط ما يناسب. إذن أحيط بخط ما يناسب. لون أطول الشريط هو، لاحظوا معي أطول شريط بالعين المجردة هو الشريط الأحمر، أطول شريط هو الشريط الأحمر. لون أقصر شريط، لون أقصر شريط يبدو أن أقصر شريط هو الشريط الأزرق، ولنتأكد من ذلك. إذن أقصر شريط هو الشريط الأزرق. إذن طول الشريط الأزرق محصور بين 8 و7، أما عفوا الشريط الأصفر بين 7 و8، والشريط الأزرق بين 5 و6. إذن الشريط الأقصر هو الشريط
الأزرق. السؤال الموالي: ألون باللون نفسه قطع الخشب التي لها نفس الطول. إذا بنفس اللون القطع ديال الخشب اللي عندها نفس الطول، إذا القطعة الخضراء القطع التي لها نفس الطول هذه القطعة. وهذه القطعة. بالنسبة للقطعة الزرقاء هي أصغر القطع، إذا باللون الأزرق. إذا هذه القطعة عندها نفس الطول القطعة الزرقاء، ثم هذه القطعة. أما القطعة التي لها نفس طول القطعة الحمراء هي هذه القطعة وهذه القطعة. إذن السؤال الموالي: أرسموا شريطا أطول من القلم وأقصر من المسطرة. إذن أرسموا شريطا أطول من القلم وأقصر من المسطرة. إذن أطول من القلم وأقصر من المسطرة. إذن أطول من القلم وأقصر من المسطرة. إذا القلم أطول من القلم وأقصر من المسطرة، يكون عندنا أكبر من طول القلم، أطول من طول القلم وأقصر من طول المسطرة. إذا هذا شريط أطول من القلم وأقصر من المسطرة. أكمل ترتيب الأطفال من الأطول إلى الأقصر. إذا أطول هؤلاء الأطفال هو عمر، تليه لاحظوا معي ريم، ثم علي، ثم هند. إذا عمر، ريم، علي، ثم هند. ولونوا بما يناسب. البرميل الأزرق له نفس طولي، نفس طولي البرميل الأحمر، نفس طولي البرميل الأحمر. البرميل الأزرق له نفس طول البرميل الأحمر. البرميل الأزرق أقصر من البرميل الأخضر، يعني قصر من البرميل الخضر. إذا البرميل الأزرق أقصر من البرميل الأخضر. البرميل الأزرق أطول من البرميل الأصفر، البرميل الأزرق أطول من البرميل الأصفر. ولونوا بما يناسب. لاحظوا معي أشرطة مختلفة الطول ومختلفة الألوان. إذا الشريط الأخضر له نفس طول الشريط، لاحظوا معي بالعين المجردة، نفس طول الشريط الأحمر. الشريط الأخضر له نفس طول الشريط الأحمر. أطول شريط هو الشريط الأصفر، أطول شريط هو الشريط الأصفر. الشريط أطول من الشريط الأحمر. إذا الشريط الأزرق، الأزرق، الأزرق أطول من الشريط الأحمر وأقصر من الشريط الأصفر. إذا الشريط الأزرق أطول من الشريط الأحمر وأقصر من الشريط الأصفر. إذا الشريط الأزرق أطول من الشريط الأحمر وأقصر من الشريط الأصفر. أصير بخط كما في المثال. إذا عندي هنايا دي بانسو، إذا عندي هنا شرائط غنوصل يعني بين طول الشرائط وبين طول
فرشات بين طول الشرائط والفرشات. إذا الأحمر طوله مقارب أو يطابق طول هذه الفرشات، هذا الشريط هو الأطول، إذا وهذه الفرشات هي الأطول. ثم الشريط الأخضر مع الفرشات الأخيرة. تمرن من جديد، أحيط ما هو أقصر في كل حالة. إذا لدي فستانين، إذا أقصر فستان هو الفستان الوردي. قلم طويل وقلم قصير، إذا هذا هو أقصر قلم. لدي شمعة طويلة وشمعة قصيرة، إذا سنحيط الأقصر. ملعقة طويلة وملعقة قصيرة، إذا سنحيط أقصر. ألون بالأزرق قميص أطول بنت، إذا لاحظوا معايا، انتبهوا للدرج. اذا البنت الاطول تقف على الدرج الاقصر، اذا اطول بنت هي البنت صاحبة القميص الازرق، هي هذه هي الطويلة. اذا هذه الاقصر لانها كتوقف على درج اعلى. اذا بالازرق، حسنا، اذا بالازرق قميص البنت الاطول بالازرق. ألون أطول شريطين بالأحمر وأقصر شريطين بالأزرق. إذا أطول شريط بالأحمر وأقصر شريط بالأزرق، إذا أطول الأشرطة وهذا الشريط، وأقصر شريط وهذا الشريط. فقط بالعين المجردة يمكننا تحديد أطول شريط وأقصر شريط. أحيط بخط أحمر أطول عقد وبخط أخضر أقصر عقد. بخط أحمر أطول عقد وبخط أخضر أقصر عقد. إذا أطول عقد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كرية. إذا العقد الأصفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، والعقد الأحمر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا أطول عقد هو العقد الأخضر وأقصر عقد هو العقد الأصفر. أضع علامة حمراء على أقصر عمود وعلامة زرقاء على أطول عمود. إذا علامة حمراء على أقصر عمود 1 2 3 4، إذا هذا هو العمود الأقصر، وعلامة زرقاء على أطول عمود. إذا أطول عمود 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا أطول عمود هو العمود البرتقالي. أتابعوا الترتيب. إذا هنا غنرتبو من الأقصر إلى الأطول. إذا أقصر ملعقة هي هذه الملعقة 1، ثم هذه الملعقة الثانية، ثم الملعقة الثالثة، ثم الملعقة الأطول 4. هنا سنرتب من الأكبر إلى الأقصر. إذا أطول ملعقة هي هذه الملعقة 1 2 3، ثم 4. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.